محبي قناة سينجاميجا، السلام عليكم ومرحبا بكم في سوق العبد البيضاء. تلبية طلب المشاهد باش تعرفوا راسكم راك عزاز وغالي. انا كنتواجد في سوق الطيور واليوم غنشوف لكم الاسمنة شنو كاينه، وتابع المقطع من الاول حتى الاخر ان شاء الله يكون خير. كتعرفوا علاش مابقاش كنصور لكم الطيور؟ راك عرفتوا علاش، ولكن اليوم كاين الحمد لله ما كاينش، كاين الباعة اللي كنعرف. ان شاء الله يكون خير، تابع المقطع من الاول حتى الاخر ويكون خير. الله، بسم الله توكلت على الله. انا خويا عشاق الهوغو، جمالك جمال تبارك الرحمن. انا الخوت ما شاء الله تبارك الرحمن. هاد الكوبلة حبيبي، الكوبلة شحال دايره سمي؟ شحال دايره الكوبلة خويا؟ 800 درهم الخوت. ها هي ما شاء الله تبارك الرحمن، والف مرحبا بالجميع. وسمحوا لنا كنعتذروا لكم بزاف وقيل صورنا لكم الطيور، واليوم احنا معاكم. الهوغو تبارك الله الفراشه كيقول فيه 800 درهم الكوب، والف مرحبا بالجميع. عشاق كالوبسات الوين زوين تبارك الله، جمالك جمال تبارك الرحمن. اللون الاصفر تبارك الله زوينين. هادو كبار ولا صغار؟ صغار. الثمن ديالهم 250، ثمن زوين. كاينه اثمنه ديال عيد الاضحى مأثرة شوية هنايا. أنا غنشوف لكم الزيبري، ها هو أثمنة ديالهم أخويا هنا 20 درهم. با 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 20 درهم مغرب اليوم. اللي ما بغاش يتولع أنا هو بحال كامل حنا في المشرف. ها أنتم الأخوان، فين الأخوان؟ ها أنتم الأخوان اللي بغى خويا اختيار الثمن هنا يا خويا 20 درهم. واحد شوية الأخ الكريم الله يفتح عليك. هنا عندنا الموانو، الاخوان عشاق الموانو، الف مليون مرحبا. بالنسبه للاسمنه 60 درهم. واش هاد الاسمنه اللي كتقول لي واش جمله ولا نابور؟ اي واحد، اي واحد الاخوان، الف مليون مرحبا. ها هو وفي الوان زوينه كاع، ما عمر هاد الالوان ما شفتها انايا. ياك كاين شي حاجه طوب عاوتاني الله يبارك. تابعوا المقطع غتشوفوا شي حاجه، اللهم بارك. انا معاكم شويه شويه. هنا عندنا الكالوب تاع الاخوان اللون الابيض، وكاين هاد اللون هذا ياك. ها هو بالنسبه للاسمنه واصله هنا اخويا. بالنسبه منين كتبدا الاسمنه اخويا؟ من 300 درهم حتى 900 درهم. انا الخوت انا 250 درهم. هنا عندنا الكنار اللون الاصفر، اللون الابيض، الكرغلي الله يبارك، بارك من الحولي الله يبارك. هنا الاسمنه اخويا 130. هذا 50 درهم. ها هو هنا 50 درهم الاخوان. واللي بغى شي حاجه الف مرحبا. الاسمنه كتواجد سوق راه بالدار البيضاء، والف مرحبا. انا خوت الموان والله يبارك، اللون الابيض شي حاجه طوب اللهم بارك. كوكتيل الاسمنه اخويا هنايا 100 درهم. يتساهلها يتساهلها والله يترخيل. دابا السوق ما داير والو، كان كيبيعو 150 درهم، ولكن رغم عفوا مع الاجواء ديال عيد الاضحى الاثمنه طاحت شويه الاخوان. واللي بغى شي حاجه الف مرحبا. ونخليكم الاخ راه اهل الثقه والناس معقول، يعني من الناس القدام. اعطينا الرقم على المباشر وتواصلوا معنا الاخوان ان شاء الله يكون خير. الرقم ديالك استاذ؟ ها هو الخريبكي، هذا راه الخريبكي ديالنا. تحيه ليك. الناس راه معقول، الله عمر هذا كنعرفوا شحال حنا كنخدموا معاه. راه كتعرفوا لي الظروف علاش هربت من الفراخ، انتم عارفين. انا نقول الرقم ديالك استاذ 0666 4056 68. والف مرحبا بالجميع. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. Thank you.
هاد الكوبي ديال الكالوبسات خدام اللهم بارك كما كتشاهدوا معاه بالصندوقه ديالو قفيز الثمن ديالو خويا 800 درهم. والله الا ثمن مناسب الاخوان واللي بغاهم الف مرحبا وجمالك جمال. ممكن تعطينا الرقم ولا باغي تبيعهم دابا؟ دوزهم دابا الله يدير الخير. بغينا نعرفكم على الثمن الاخوان والف مرحبا. بسم الله عشاق طائر البيروس الهوغو هاني جميع الالوان. هادو فريخاس هادو تبارك الله يعني وليدات شنابر. بالنسبه للاثمنه ديال هاد الهوغو اخويا الكبار ولا الصغار هادو؟ واجد ديال الخدمه الاخوان كيما قلتهم الاثمنه 300 درهم الاخوان 1000 مليون مرحبا. فيهم جميع الانواع هادشي اللي قلت للمشاهد. هنا عندنا كيما كتشاهدوا معنا الاخوان انا الكالوبسات ها هو اللون الابيض البينوس 600 درهم الله يبارك كاين ديال 400 درهم نشوفوا لكم هنا على حسب الشميشه هنا الباناشي والعادي هنا 250 درهم اللي بغات شي حاجه الف مرحبا الاخوان وتحيه لجميع المواليه اينما كنتم داخل الوطن او خارج الوطن هاني هنا يا خويا الزبره 20 درهم كاين 25 كاينه 20 و25 الاخوان اسمع جميع الالوان موجوده تبارك الله واحلى ديديكاس احلى ديديكاس ناس خريفقة ناس كبار ناس كبار هاني الخوت ها الزبره ها هو كما كتشاهدوا هنايا الاخوان ها هو اللهم بارك كلشي واجد للخدمه هنايا 25 درهم 20 درهم ياك اخويا الله يبارك. بالنسبه هنا كاين الوان واشكال الاخوان ها هما الهوغو واحلى ديديكاس عشاق الهوغو اينما كنتم انا سلعه زوينه الله يبارك كما كتشاهدوا معنا الخوت هاني الاثمنه الحبيب هنا 300 350 الله 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 اثمنه زوينه بمناسبه عيد الاضحى هذيك الشيء طاح الاثمنه هنا خويا كاينه 250 درهم 250 درهم و1000 مرحبا بالجامع ها هو الكانا 40 درهم 80 درهم 100 درهم ماذا تقول 40 درهم 40 درهم الوليدات بالنسبه للاخرين 100 درهم وقت الداله هنا وقت الداله اخوان كتعرفوا بان الطير غير مسلط العظام والماكله والنعاس 80 درهم ها هو هنا الريمبو خويا هنا الريمبو 100 درهم يا سلام واحلى ديديكاس ناس قريبه سي سعيد الرقم ديالك 0632 77 44 99 مدينة خريفقة اللي بغى شي حاجة يتواصل مع أهل الثقة بغيتي بالجملة جميع المدن وألف مرحبا بالجميع خذ هو خويا 06 71 09 70 32 عبد الله خريفقة ألف مرحبا ناس خريفقة تحية لكم الخوت الله يحفظكم شحال شحال واصل أخويا البيروش عادي البيروش عادي صافي نقول لك 35 درهم 35 درهم الإخوان هادو من راس ديال السوق اللي كيهضروا معاك الف مليون مرحبا ها هو جمالك جمال تبارك الرحمن ها هو مولاهم الف مرحبا بالجميع. بالنسبه لليزانس اخويا هنايا 120 درهم كبار ولا صغار؟ صغار الف مرحبا. وهاد الفيشير شحال داير؟ 150 ها هما الاثمنه اللي كنوصل لكم كما ينبغي الاخوه راه ما كاينش كذوب. خليني ملي يقول لك حق بيروش راه داير 10 دراهم وما كاينش الاخوان انا هربت على قبل الفراق على قبل المصداقيه كاين شويه قيل والقال وراس منهم هما الفيشير شحال واصل اخويا الفيشير شحال 150 درهم كاكاريكي الشمس الثمن ديالو اخويا 700 درهم الله يبارك حافظ الحسنية اللهم بارك جمالك جمال ما شاء الله تبارك الرحمن شوف عشاق الكنار هاني لوغونز والبيض اللهم بارك نعم اخويا اي حمراء اي الحمراء الله يبارك البيض الثمن ديالهم اخويا 150 150 وهنايا 80 درهم 80 درهم الله يبارك
80 100 درهم اثمنه زوينه في هذا العيد هذا اللي ما بغيتش تقطع. الف مرحبا بالجميع الخوت.